مدينة دبا الخصم فيها عدة أسواق تجارية، منها أسواق الخضروات والفواكه واللحوم والسمك، والتي تشهد تطوراً مستمراً لزيادة الحركة التجارية في المدينة. وتهدف السوق والمشاريع التطويرية الأخرى في دبا الخصم وإمارة الشارقة عامة إلى توفير كل المقومات التي ترسخ مكانة الإمارة اقتصادياً واجتماعياً، وتوفير الوسائل الداعمة للمواطنين للمضي قدماً في تطوير أنفسهم ومستقبلهم، ليؤسسوا بأيديهم وفي مدينتهم منطلقاً للريادة والتميز. وهناك السوق القديمة التي وجه صاحب السمو حاكم الشارقة بتطويرها ضمن مشروع السوق المسقوفة وعمل مظلة تراثية، بالإضافة إلى أحياء المنطقة القديمة وتحويلها إلى منطقة تراثية. وإلى جانب الأسواق القديمة، تنتشر في دبا الخصم مراكز ومجمعات تجارية عصرية تحتوي على كل ما يحتاج إليه سكان المدينة من منتجات غذائية وبضائع مختلفة. تحتوي قرية التراث في دبا الخصم على عشرات الأقسام والأجنحة تعرض كل ما يتعلق بالماضي العريق، فضلاً عن تقديمها عروضاً للمقتنيات التراثية والبيئة البحرية بجميع أنواعها والفنون الشعبية والحرف التقليدية التي يقوم بها المتخصصون وأصحاب الخبرة من الآباء والأمهات. تحتضن قرية التراث في دبا الخصم كل عام ومنذ 16 سنة أيام الشارقة التراثية لتقديم صورة شاملة للماضي الإماراتي والخليجي بكل أصالته وتراثه وفنونه وأنماط إنتاجه والمهن السائدة بصورة عصرية وحضارية، بمشاركة عشرات من الدوائر والمؤسسات والجمعيات المحلية في الشارقة.
وتحظى القرية التراثية بإقبال رسمي وجماهيري كبير من أهل إمارة الشارقة والمناطق المجاورة على هذا الاحتفال التراثي السنوي الهادف إلى إحياء ماضي الآباء والأجداد وتعريف جيل اليوم بهذا التراث الذي يعتز به شعبنا الإماراتي. وفضلاً عن مبانيها البديعة وحدائقها الجميلة، تمتاز دبا الحصن بشوارعها الرائعة الرئيسة منها والفرعية والمزينة بالأشجار والأزهار وبمصابيح الإنارة الممتدة على طول تلك الشوارع، منها شارع العقد الفريد الذي يضم المباني الحكومية والمؤسسات الاتحادية والمباني التجارية. والشارع الدائري والوسطي وطريق الكورنيش، وكل هذه الشوارع مزودة بالإشارات الضوئية والدوارات التي تسهل حركة المرور وتجعلها في غاية السلامة والأمان، فضلاً عن المواقف الآمنة الممتدة على طول تلك الشوارع، وقد خصص منها عدد كاف لسيارات أصحاب الهمم في حين تعمل البلدية على زيادة الطاقة الاستيعابية لمواقف السيارات في أحياء المدينة السكنية. وتتمتع دبا الحصن بشبكة صرف صحي حديثة تخدم جميع مساكن المدينة وتسهم في تصريف مياه الأمطار درءاً لخطر الفيضانات. هذه المشاريع والإنجازات التنموية الحضارية تعمل على تنفيذها عدة دوائر محلية في دبا الحصن تتعاون على تقديم خدماتها لأهل المدينة والمقيمين فيها. من هذه الدوائر التي يحتضنها شارع العقد الفريد بلدية دبا الحصن.
أنشئت البلدية في نهاية ستينيات القرن العشرين، وكانت تضم قسم النظافة والنفايات الصلبة وقسم الزراعة. ومع تطور المدينة وازدياد عدد سكانها، ازدادت الحاجة إلى تطوير البلدية وتعزيزها بأقسام أخرى وبمزيد من الموظفين لتوسيع نشاطها وتنويع خدماتها التي تقدمها لمجتمع المدينة بشقيه الحكومي والخاص بجهود مئات الموظفين والعمال من إداريين وفنيين. تسعى بلدية دبا الحصن إلى تحقيق أهداف حكومة الشارقة في تنمية المدينة والمناطق التابعة لها من خلال التعرف إلى احتياجات المجتمع المختلفة والعمل على تلبيتها بأسلوب فعال ودقيق يضمن الحصول على أعلى مستويات رضا المتعاملين عن الخدمات. كما تعمل البلدية على بناء علاقة نفعية متبادلة مع شركائها بالتواصل المثمر معهم والمشاركة في التخطيط واتخاذ القرارات وتنفيذ المشاريع في المنطقة وبناء مؤسسة تعلم رائدة تتمتع بالقدرة على تلبية احتياجات المتعاملين المتغيرة بجودة عالية، وذلك من خلال التحسين المستمر والإبداع في وضع الخطط والسياسات والأعمال والإجراءات والخدمات والمنتجات. والهدف من كل هذا حماية دبا الحصن ووقايتها ورعايتها على المستويين المجتمعي والبيئي. وإلى جانب البلدية تعمل عدة مؤسسات ودوائر حكومية أخرى على تقديم خدماتها لسكان دبا الحصن والمناطق المجاورة، منها غرفة التجارة والصناعة ودائرة الأشغال العامة ودائرة التخطيط والمساحة.
تشرف هذه الدوائر على تنفيذ المشاريع العمرانية والصناعية والتنموية والخدمية ومشاريع البنية التحتية بما فيها إقامة المجمعات الصناعية والتجارية وشق الطرق الحديثة وصيانتها وإقامة الحدائق وزراعة المسطحات الخضراء في أرجاء المدينة ومحيطها بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. ولتعزيز الحركة الاقتصادية والتجارية افتتحت عدة مصارف وطنية فروعاً لها في دبا الحصن، وزودت المؤسسات العامة والمراكز التجارية بأجهزة صرف آلي لتلبية احتياجات السكان والمتسوقين. تقيم إدارة الجنسية والإقامة في الشارقة خدماتها لسكان مدينة دبا الحصن من مواطنين ومقيمين في مكتب جوازات ميناء دبا الحصن، انطلاقاً من حرص الإدارة على تقديم جميع الخدمات والتسهيلات للجمهور في جميع أنحاء الإمارة ومنها مدن المنطقة الشرقية. ولقطاع التعليم في دبا الحصن نصيب كبير من اهتمام حكومة الشارقة، يتجلى ذلك في بناء المدارس لكل المراحل التعليمية بدءا من دور الحضانة ورياض الأطفال مرورا بالمدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية للبنات والبنين التي تضم آلاف الطلاب والطالبات وصولا إلى المرحلة الجامعية المتمثلة في فرع جامعة الشارقة في دبا الحصن. ومن منارات التعليم والثقافة في دبا الحصن مكتبتها العامة التي أسست بتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة في 23 من أبريل من سنة 2000 في يوم الكتاب العالمي.
وتعد المكتبة منظومة ثقافية وواجهة حضارية تبين مدى الاهتمام بالتعلم والمعرفة وأهميتها للفرد والمجتمع بفضل ما تضمه من مراجع وكتب قيمة في شتى المعارف العلمية والأدبية والتاريخية والإنسانية، ومعلومات ثقافية وخدمات تعليمية وترفيهية متميزة أخرى لرواد المكتبة من الكبار والأطفال من أهل المدينة والمناطق المجاورة. Thank you.